إذا المشاهدين، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للاجئين، معنا عبر خدمة زوم من جنيف الصحفي والناشط الحقوقي حسان الشهابي. مرحبا بك يا أستاذ حسان. حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك. كيف تنظر أستاذ حسان إلى تزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد أن شهدت شواطئ إيطاليا فاجعة غرق مراكب للمهاجرين واللاجئين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك والمتابعين الكرام، والرحمة والخلود على أرواح الشهداء الذين لقوا عتفهم على سواحل أوروبا في قوارب الموت. قضية الهجرة قضية إنسانية في غاية الخطورة، وأزمة حقيقية بدأت منذ احتلال العراق وسنوات العنف الطائفي، سياسة الحكومات المتعاقبة، سياسة ظالمة، والقضية مستمرة إلى يومنا هذا. هناك الملايين من المهاجرين توزعوا في بلدان اللجوء المحيط بالعراق أو في أوروبا أو في أمريكا منذ احتلال العراق وإلى يومنا هذا. هاجر الكثير من العراقيين بسبب سياسة الحكومة الطائفية والحروب والاعتقالات والسجون والاغتيالات واغتيالات الكفاءات أيضا، وتهجير وتفريغ المدن من سكانها، وهذا الذي دفع بالشباب العراقي للهجرة خارج العراق للبحث عن أرض بديلة يؤمن به على نفسه وأولاده، ويؤمن على نفسه من التهجير، وخصوصا أن أغلب الذين هاجروا هم من سكان المدن التي تم تفريغها من سكانها من قبل الإرهاب والحكومات والميليشيات، مثل جرف الصخر والعوجة الذين تم تهجيرهم على يد الميليشيات الإيرانية وأهل مدينة جرف الصخر، الذين يرون مدينتهم أمامهم ولا يستطيعون العودة إليها. هذا الذي دفع الشباب العراقي للهجرة والتفكير بالسفر، إضافة إلى المهجرين بالداخل أيضا يعانون التهجير والذل والاعتقالات وضيق العيش. نعم. لذلك أصبحت الهجرة إلى الخارج خيار الكثير للأسف الشديد في ظل إقرار نفس السياسات للحكومة الطائفية. نعم. يعني كما تفضلت سيد حسان، هذه الموجة من الهجرة غير الشرعية للاجئين ولا سيما العراقيين، كما تعلم بدأت وكانت ذروتها قبل 10 سنوات تقريبا، ولكن ما الأسباب الآن التي تجعل بعض العراقيين يقدمون على هذه الرحلة شديدة المخاطر ويركبون هذه المراكب، مراكب الموت في الوقت الحالي؟ نعم، هجرة الشباب من العراق هو بسبب تردي الوضع الأمني في العراق. نعم. لو ذكرنا المحافظات المنكوبة من حرب الإرهاب لوجدنا أن الشاب بين مطرقة الإرهاب وسندانة الحكومة، يعني أثناء احتلال الإرهاب لهذه المدن كان الشباب أما قتلى أو مختطفين أو مجبرين على أفعال يعني بالغصب. وبعد القضاء على داعش وتحرير المدن أصبح الشباب في أعداد المطلوبين أو المطاردين بلا سبب، فقط لانتمائهم لتلك المدن وذلك المكون. طبعا مطاردين من الحكومة أو أحزابها، أو أما يتم قتلهم أو زجهم في السجون بتهم مجهزة مسبقا. بالتالي لجأ أغلب الشباب للهجرة إلى أوروبا عن طريق القوارب، لأن بقاهم في العراق هلاك أكيد. وأنا أخذنا ملف السجون والشباب الذين دخلوا السجون الذين تفوق أعدادهم تفوق 100,000 سجين، منهم أكثر من 8,000 سجين محكوم إعدام، وأكثر من 20,000 امرأة أغلبهم بتهم كيدية تحت المادة 4 إرهاب، ولا يخرجون من السجن إلا بعد دفع الآلاف من الدولارات للمحامين لكي يتخلص من قبضة الميليشيا. نعم. ويبدو أيضا أنه ليس فقط من أبناء المحافظات المنكوبة، أيضا حتى من خارج المحافظات نرى مهاجرين غير شرعيين. هل تعتقد أن الحالة السياسية عموما التي يعيشها العراق وتستمر حتى الآن، حالة انسداد سياسي، وعود أيضا لا ينفذها الساسة، ربما تجعل الشباب العراقي يفكر بالهجرة ويخاطر بحياته؟ نعم، بالتأكيد الحال في العراق والوضع السياسي والانسداد السياسي والوعود الكاذبة التي يطلقها السياسيين هي سبب في معاناة الكثير من العراقيين، ليست فقط المستوى الاقتصادي أو المستوى المعاشي،
بل حتى مستوى أمنهم الشخصي واستقرارهم في مدنهم وبيوتهم وأمنهم من الاعتقال ومن بطش الميليشيات. هذا الذي جعل زيادة لمعدلات الهجرة الغير شرعية للعراقيين. لم يكن هناك هذا المعدل من الهجرة منذ سنة 1920. حكومة ما بعد الاحتلال التي جاء بها الأمريكيين والبريطانيين الأمريكيين والبريطانيين هم سبب تدمير البنية الاجتماعية وتدمير اللحمة العشائرية والقبلية وتفتيت المجتمع وقتل روح المواطنة. هذا هو السبب لزيادة معدلات الهجرة الغير قانونية خارج العراق. ولا من هاجر من العراق؟ وهل يوجد أجمل من العراق لشعبه؟ لكن أجبرتهم الظروف على ترك بلادهم والرحيل إلى بلدان أخرى للأسف الشديد. نعم حسن الشهابي، إذن ناشط الحقوقي الصحفي، شكرا جزيلا لك.